تمشي جيتي فيها والكاميرا خبعوها والعبر ديروها وجيتي جيتي فيها دو 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 خوني الكاميرا سيدوني على راسي طيحوني هلو هلو يا ندارو هبي وانتي يا العهل مشاهدي الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مشيتي فيها. اليوم معنا واحد فنان ممثل كوميدي رائع جدا جدا جدا. اليوم معنا مباشرة من مدينة أقصر رفيق بوبكر. رفيق بوبكر غادي نضحكوا معاه غادي نشدوا فيه وندير ليه واحد التحدي صعيب بزاف. معنا باش تمشي شي بلاصة حنا راه ديما معاكم. والله انت غتجيبها في راسك من الله خشها بعقلك دابا وحال تما ناوي 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 شري 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 الدراري ناوي 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 تما عندنا على هاد حيدو شري لا امشي 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 مشيتي فيها امشي مشيتي فيها السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أجي تزور بلادك. اليوم معنا واحد الفنان اللي كنحبوه كاملين، فنان محبوب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أعطى بزاف للفن المغربي. واليوم أنا شخصيا لي الشرف يكون معايا سي رفيق بوبكر. مرحبا بك خويا حمزة العزيز. والله إلا شوف كنحبك طوال. اليوم مع الفنان ديالنا رفيق بوبكر الحلقه غادي تدوز من طراز قسم 8 ضحكه ناشطه. المهم ديتو جبت مع الفنان ديالنا في الاسئله السياحيه في واحد الجو مرح وهضرنا على المنطقه اقشور والجمال ديالها الساحر. ايوا دابا جا الوقت نوضو رفقه فرح اللي معانا في الاعداد نديرو اول تحدي بسيط اللي فيه رفيق خاصو يسربي الناس ديال اقشور بشخصيه مجيد من قسم 8 ولكن بشرط ما يفوتش جوج دقائق. هادو هما القسم 8 شخصيا الصوفه ديالنا وصير عندك جوج دقائق شحال زيد جوج دقائق جوج دقائق جوج دقائق عطل صيقه ياك ماشي كاع عطل صيقه عطل صيقه والله على لغه عطل صيقه على شي الكشكوشه الله الله عطيت نص ديال الاتاي مشى للسيني هاكا استاذ صافي انت اخوك سير انا عطوك باغي تخيطور هناك تخدم يلا يلا الزربه دازت دقيقه وعدوك دوك عدوك دوك ما تبقاش تدخل القسم قبل من الكوره سير خلينا نلقاو هادو اربعه وانا كاين على ثلاثه هاك تغتصوب من فمك شد البريد شد البريد اصاحبي أسيدي ما عندنا ما نتسالوك يخلي الشطيحة برافو ساليتي التحدي ديالك في أقل من جوج دقائق. إيوا ندوزو دابا للتحدي اللي موراه وسط هذا المنظر الرائع تحدي طاجين الكهف اللي فيه السي رفيق غادي يطيب لنا طاجين بلدي نشوف هذا الطاجين كيخرج هذا الجاكيطة هي الأولى ما عندوش قلب بزاف هذا ياك هذا قلبه هشيش قلبه هشيش والله العظيم إلا بلان هذا بالله ماموني تخيل راسي نقطع القاعة في أقشور سي رفيق تجاوز المدة الزمنية المحددة إذا خسرت التحدي وبدا يلعب بالعافية اش قالت ليه اش غدير ليه يلا سي رفيق أجي ندوزو للتحدي اللي غيحدهم ليك تسلق الجبال وبلا ما تقول والو حتى تشوف وحكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم أزيد زور بلادك. حنا مع الفنان المتألق ديالنا واللي تنحبوه كما قلت لكم في الأول السي رفيق بوبكر. رفيق دابا غادي نديرو التسلق هذا هو الحب دابا عندك هذا هو الحب هذا هو الحب هذا بين لك الحب ديالي
رتيلة أنا باغي تطلع واش مزيان أنا غنزل من تما غنزل من الفوق شتي لاباس شوية واش غندير واحد القضية غنحاولوا طبعا أنت تعاود سير سير جيب كاسكادو يحاول أنا ما نقدرش ندير هذا العيب أنا واش أنا غنقول لك علاش حيت كان عندي الفيرتيج وتبدا تسول مساو العلالي في جزيرة الكنز وقع لي بحال هذا البلان وفات نديرو عندي بروبليم دو فيرتيج زعما أنت قد دير هذيك العيبة سير أخويا الله يسهل عليك سير ديرها أنا طلق لي في الاخر حيت بزاف واش فاش يشرب معايا شويه غير حاول قلت لي سامح لي اجي اجي العجبه اجي بغي نقدم لك قاضي على قدام هذا الحسين لاسيستون ديال غريغوري معنا غريغوري هو بروفيسيونيل حسين مولف هادشي هادشي ساهل حاجه وحده اللي غنصحك بها ما تشوفش الفوق ديما الفوق ولا لتحت انا ما غنديرهاش لا لا شوف 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 وسهل من الماء تاع الجينيو تاع القنانب وانت سير بيني وبينك اخويا قاعد بيني وبينك الخير بسم الله وتوكل على الله تعصب تعصب واخيرا السي رفيق تعصب وتحدوا ليه وحلف لنزل من الجبل ولكن الحلقه خاصها تكمل داكشي علاش اقترحت عليه نطلع انا الاول نزل والى ارتاح وشاف الامور مامنه ينزل من بعد مني ولكن في النزول ديالي غيطيح الحسين اللي شاد بيا الحبل ايوا هاجي نشوفوا رده فعل السي رفيق مني غيشوف حياتي في خطر وديال لاستيك هادي بعدا تا والله وجي زيد زلقتي لا دي صوت ما يلقاوك هاد الحال شي طيب يا حمزه والله تا غتجيبها في راسك بالله انسي دو غاردي تي جون فريمون توندو توجور Tu peux utiliser tes mains pour te repousser un petit peu. Je juste pour le passage là. De... ناري عاوش تبسطي يا صاحبي ابلاد الناس ويلي يا صاحبي و صاحبي لياش انت ما قشعتكش ما قشعتك انت غير عاوش لاتي واش انت مريض يا صاحبي والله يا مريض رفيق اسمح لي يا رفيق سجان اطفال شيخ هذا صاحبي يا رفيق رفيق ملبن ملبن بزاف يا صاحبي لا لا الحاج والله انت بديتي كتلعب شي لعب ماشي هو هذا لا صافي الحاج رفيق بكر هادشي واش على حاله صاحبي انت راه تخو ريسكي هادشي يا صاحبي وين شوف 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 رفيق شوف شوف انت شوف الجو تاع طبيب صاعي انا شوف الجو تاع رفيق الله يحفظك لما سمح لي ما سمح لك ما والو والله الله يرحمك انت شويه ليا صاحبي وحالتي وحالتي الوسطى صاحبي انت باش تشرب راسك وحالتي الوسط الله يرحمك تبارك تسمع علينا الله يعافيك هكا هل شفت هكا هاي الحشومه عليك لا لا شي والله تطلع بالروح لا لا بزاف الله يرحمك تبارك تسمع علينا وانا كنهبط انا الله يحفظك وبارك عليا غادي تشوف
الوطن ديالك يجيو مغاربين يجيو يزوروا الوطن ديالهم. انا والله الا ما عليا وحشك بعدا انت والله يوحشك. كل قلتي لي انت ما غنعيق بان لي هذا معقول هذا ريماتور معقول قلت ما يمكنش زيفينو غا باش امن بهذا معقول ما يمكنش شك فيه. الله 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 ريسك دو ميتي هاني هاني ريسك دو ميتي بزاف تاع يمشي يمشي جيتي فيها هذاك الشيء الاول زوين تمشي حليوه تاعي شطح لينا فوق الطبله قلنا هذاك الشيء كله نقدروا وصلنا لتا سبايدر مان انا باطمان سير دري سير دري سير دري وباش يزابو سالم قلت لي انت غنعيق بالبلاد عرفتي شنو قلنا عوالي راه المفروض يجي واحد 4 ساعات وصافي مشى بدم ولا ما لا بقاو بقاو ثلاثه اجابه قال لي مهود مفاسخ هو طايح كل ما شفتك شكون ما شفتكش انت شفتك ابو سالم عاد السولاج عاد قلت على البلان عيط لي انا لهاد البلان عيط للخصم عيط لقيس عيط عيط لي انا هذا المشكل دابا قلنا حنا انت باقي قالت لي ساعه كتبان باقي ساعه قالت لي 10 دقائق ونهود باقي صيفطيك بالوقت لا المغاربه جيو شوفوا بلادكم تمتعوا بلادكم ماشي انا نكون الشانطيون رمضان مبارك سعيد وبزاف الحب وبزاف الاخلاص وبزاف الحب جوستومون بارك الله عليكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام شكرا لكم حنا راه كنحبوكم بزاف بزاف وهادشي كله كنديروه من اجلكم نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه من برنامجكم اجي تزور بلادك اجي لا مشيتي فيها جيو شوفوا بلادكم عافوتوا هاد القدام ولا بان لكم الحاج قلبوا لا